السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بويا لايف. اليوم غادي نهضروا على موعد مباراة دفاع الحسين الجديدي ضد الجيش الملكي، واللي غادي يدار يوم الأربعاء المقبل بملعب العبدي في الجديدة. هذه المقابلة هي مؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية بسبب مشاركة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا. المباراة غادي تنطلق يوم الأربعاء مع الساعة 4 عصرا توقيت المغرب، والقناة الناقلة غتكون هي الرياضية المغربية بإذن الله. شنو توقعاتكم على هذا الماتش؟ واش غادي يكون شي تأثير بغياب جماهير الجيش الملكي؟ شاركونا آراءكم في لي كومونتير، ولا تنساو تديروا لايك، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تهلاو.